إذا المشاهدين الكرام، من بعد ما تعرفنا وياكم وشفنا الرياضة الصباحية وتعرفنا على أهم تفاصيل الرياضة الصباحية، ننتقل وياكم لموضوعنا اللي هو جدا مهم. صح. احنا دائما مثل يمكن هواي ناس يدخلوننا على المواقع الخاصة بينا ويسألون انه ليش ماكو فقرة ليش، ليش ماكو فقرة ليش، وهم ليش ماكو فقرة ليش. بس احنا دائما نقول لكم انه من يكون اكفد موضوع حابين انه نوجه به رسالة او موضوع يكون شاغل الشارع العراقي، صح، احنا اكيد راح ناخذه بفقره ليش ونتناقش وياه، ف يكون جدا مهم. انا من هسه اقول لكم انه ارقامنا راح تظهر وياكم اسفل الشاشه حتى تقدرون تتصلون بينا ونتناقش وياكم بالموضوع اللي راح نسرده لكم ونسولف بيه اني وحسناء وانتم اكيد. احنا اليوم دمر بظروف جدا صعبه، ازمه اقتصاديه، ودائما هذه الازمه الاقتصاديه مستمره عندنا، ومثل ما سمعنا وقالوا وشفنا كليتنا وعشنا موضوع ارتفاع سعر الدولار اللي صار يمكن وصل لل 150-145 والكل تأثر بهذا الموضوع، وبالتالي التأثير اللي صار يعني الناس اللي هم البسطاء يمكن هم أكثر الطبقات اللي تضرروا بهذا الموضوع بارتفاع نسبة الدولار. وبالتالي اليوم احنا كنا نعرف انه هي معادلة، من يرتفع سعر البرميل النفط بالتالي يتخفض الدولار. صح بالضبط. وبالتالي ايضا حتى سعر الدينار العراقي اكيد بالضبط يتاثر بهذا الموضوع. احنا اليوم حسناء يمكن التاثر اللي صار عندنا جدا كبير بهذا الموضوع، ازمه اقتصاديه، ارتفاع الاسواق يعني الاسعار اللي بالاسواق، وبالتالي احنا دائما نقول اي ازمه يمر بها الشعب العراقي احنا نصير ضد ابناء بلدنا، نرفع الاسعار يعني التجار واهل الاسواق والمحال التجاريه، الاسعار تصير نار، واللي ما عنده اي فلس احمر واللي عايش على قوته اليومي والاحمر اللي نقول عليه اللي هي ال 25 اللي يطلعها باليوم الواحد صعبه انه يتكفي ويتعايش بيها هو وأسرته. كلش الظروف صعبه فعلا، احنا يعني مدركين والكل يعرف، احنا مرينا قبل بظروف صعبه، الوضع الاقتصادي لا باس به كان قبل كورونا، لكن بكورونا تحديدا اليوم الوضع الاقتصادي تردى اكثر واكثر. صح. يعني مرينا بكورونا، من بعدها جتنا الضربه القاضيه والكبيره وهي ارتفاع سعر الدولار، من بعدها حظر التجوال، فاحنا هنا شو نقول؟ الوقع بيها بالدرجه الاولى والاساس المسكين اصحاب القوت اليومي، الناس البسطاء، العوائل المتعففه، هم اللي تضرروا بهذا الموضوع، يعني بدنا نشوف احنا اليوم كنا نعرف احنا معتمدين على النفط، احنا كعراقيين ما معتمدين لا على جانب السياحه ولا على جانب الزراعه، انما النفط احنا معتمدين عليه اعتماد كلي بالعراق، يعني ينتعش سعر النفط او سعر البرميل النفط، فبالتالي اكيد هذا راح ينتعش او ينعش الجانب الاقتصادي للبلد باكمله، لكن انخفض قبل فتره سعر برميل النفط وهذا الشيء هم ياثر علينا، لكن اليوم مع ارتفاع سعر الدولار سعر برميل النفط اللي وصل ل 70 دولار، ما المفروض اليوم ينتعش الوضع الاقتصادي؟ عفكم من هذا الموضوع، لو نجي نركز نشوف اليوم حتى مو فقط سعر الدولار مرتفع، اليوم التجار استغلوا هذا الموضوع، أصحاب المحلات التجارية استغلوا هذا الموضوع، يمكن إحنا نقول لابد يقومون بهذا الموضوع ويرفعون ممكن أسعار المواد الغذائية، لكن بالتالي إذا ما قاموا بهذه الطريقة أو رفعوا أسعار المواد الغذائية وكل ما يتعلق بالأسواق العراقية ممكن هذا الشيء راح يأثر عليهم، راح يتسبب لهم بخسارة، لكن اليوم أنت خلي عينك على الشعب المسكين، اليوم احنا نمر بظروف كل صعبة، اليوم حظر التجوال بحد ذاته بأكمله أثر على العوائل المتعففة، على الناس المسكينة، على أصحاب القوت اليومي، اليوم الفلس حصر عليهم، على رأي مصطفى مثل ما قال 25 والله يمكن تكفي أسبوع كامل، هم 25 يمكن هواية عليهم ما ممكن يحصلها، فشنو السبب اليوم؟ رغم أنه ارتفع سعر النفط وصل للسبعين دولار لكن ما نشهد أكو انخفاض بسعر الدولار والدينار، اليوم باقي الأمور كما هي، اليوم لو نسأل ونطلع بالأسواق وإحنا كنا نعرف وأكيد يعني موجودين بعوائلنا وشي طبيعي، هذا اللي يتسوق هذا اللي يتوضع فيعرف هاي التفاصيل، اليوم سعر الزيت أبسط شيء وصل لثلاثة وربع، يعني إحنا نقول 2500 لا أبشركم وصل لثلاثة وربع، سعر البصل، سعر الطماطة، سعر المخضر، المواد الغذائية، فهنا الشعب المسكين منا حظر
اوكي، منا اليوم ارتفاع سعر الدولار، مشكلة. منا اليوم ارتفاع سعر المواد الغذائيه. زين لما يطلعون ويناشدون ويحشون، زين انتم فقط يعني مركزين على موضوع الحظر، ها والله على مود سلامتكم وعلى مود صحتكم، احنا مع هذا الموضوع واحنا وياكم، لكن فكر بالشعب المسكين الجوعان. اليوم كل هاي التفاصيل اللي تصير، ما معقوله ما حد ما منتبه لهذه المشكله. والله وصلنا مرحله يعني اكو ناس ماتت من الجوع، والله يساعدهم. يعني تدرين انه الخبراء الاقتصاديين اليوم متفاجئين ليش لحد الان ما انخفض سعر الدولار. طيب الحجه اللي كانت من الدوله انه بسبب انخفاض سعر برميل النفط الواحد ارتفع سعر الدولار. طيب مو احنا اليوم فاق حتى التوقعات، يعني 70 دولار اليوم، يمكن حتى بالمستقبل راح يوصل ل 80 دولار، يعني وصل سعر البرميل الواحد للنفط فوق التوقعات اللي صح. احنا كلتنا متوقعيها. والحجه اللي كانت يعني هذه الطفره اللي كانت يعني من 2014 لليوم صح. ما صارت انه سعر البرميل يوصل ل 70 دولار. وحتى رئيس الوزراء طلع بنفسه وقال انه العراق تجاوز الازمه الاقتصاديه وراح يكون بانتعاش. طيب وين الانتعاش؟ يعني سعر البرميل الواحد 70 دولار وبالايام الجايه ممكن يوصل ل 80 دولار، هذا معناه انه احنا مترفين طبعا، معناه انه عايشين برفاهيه. واليوم احنا مثل ما قالت حسناء ابسط دليل اللي هو سعر بطل الزيت اليوم بالعراق. طيب ليش المواد الاساسيه اليوم اللي عايش عليها المواطن العراقي كليتها غلت؟ طيب شنو اللي بقى شيء علينا مو غالي؟ يعني حياه البشر وصارت رخيصه عندكم. صح. هاي فهمناها، ارخص شيء صار هو حياه المواطن العراقي. طيب المواد الغذائيه الاساسيه اللي عايشين عليها احنا كمواطنين عراقيين، وعلى فكره ترى اني وحسناء واحنا الكادر بصوره عامه احنا من دا نحكي لانه احنا جزء ما يتجزا من هذه الازمه الاقتصاديه. طبعاً انا عايشها، حسناء عايشتها، كنا عايشين هاي الظروف. لا انا احسن من اللي دا احكي وياه ولا اللي يحكي هو احسن مني، احنا كليتنا بنفس المركب، المركب واحد. والكارثه يعني وين؟ يعني اليوم ابسط شيء الحصه التموينيه، عفكم من كل هالمواضيع اللي تطرقنا لها، الحصه التموينيه اللي ذكرت انت اليوم افراد الاسره او العوائل اليوم معتمدين عليها طالما هم قاعدين وحظر لحد الان ماكو، تسالهم 3 اشهر 6 اشهر توصل لهذه المرحله. ودليل على كلامنا اكيد راح احنا نفتح الاتصالات ونسال الناس سؤال مباشر على كل هاي التفاصيل، وايضا نسالهم يا ترى اليوم شلون اسعار المواد الغذائيه، استلمتوا الحصه التموينيه اليوم، شنو تاثيركم للحظر يلي صار؟ واكيد اللي تاثر بالاول والاساس اليوم العوائل المتعففه، وهذا احنا اللي ذكرناه اصحاب القوت اليومي. واهم نقطه نريد نسالهم انه يا ترى شلون هم تاثروا بارتفاع سعر الدولار، واحنا نعرف الاجابه. اليوم كنا احنا متاثرين بهذا الموضوع، بس حتى اليوم توصل الصوره للجهات المعنيه باصواتكم ويكون اكو دليل على كلامنا، مو فقط احنا المتحدثين انما اكو اتصالات شاهده على كلامنا. نوصل الرساله ونوصل الانتعاش اللي احنا وصلنا له اليوم، لانه هم قالوا انه احنا تجاوزنا الازمه الاقتصاديه. ارقامنا ظهر لكم في اسفل الشاشه، اريد اسمع يعني اني وحسناء كل اللي يتصل بينا الظروف اللي عايشها، الاسعار الموجوده عندهم بالمناطق الخاصه بهم، الاسواق معاناة. واليوم ليش ماكو سيطره نوعيه؟ يعني المشكله انه اليوم ماكو سيطره نوعيه على التجار، يعني رقابه، يعني هاي مو شيء صعب انه اخلي رقابه سيطره نوعيه على التجار والمواد الغذائيه الاساسيه اللي قاعد تدخل ان العراق، يعني تكون اسعارها منخفضه مراعاه مع يعني اراعي المواطن صح. اراعي الظروف اللي احنا بيها، يعني مو اني والزمن علينا، يعني خلي تكون مواد مستورده بسعرها، لكن اكو مواد اساسيه يعني تهم المواطن العراقي، يعني يعني مثل الشكر ويعني هذه الزيت البقوليات، يعني هذه الاشياء صح. البسيطه اللي يحتاجها المواطن العراقي. وين الرفاهيه؟ وين الترافه اللي احنا لازم نعيش بيها؟ وسعر البرميل اليوم وصل ل 70 دولار وباكر يصير 80 دولار. يعني طفره نوعيه ما صايره عندنا مثل ما قلت لكم من 2014 لليوم. سعر خيالي وصل الى سعر البرميل النفط الواحد اللي هو 70 دولار صح. يعني هسه لازم احنا اليوم ما عندنا بالضبط لا بطاله ايه. لا عندنا اليوم فقر، لا عندنا عوز مادي، احنا بس نسمع مترفين والجانب الاقتصادي. والله العظيم واني متاكده ومسؤوله على كلامي، البلد به خيرات كلش هوايه وعندنا ما شاء الله اموال تعيشنا منا لسنوات، لكن اموالنا وين تروح؟ الله اعلم. وهذا الشيء احنا كنا نعرف، يعني لو تسمعوا احنا اكيد كنا نتابع اخبار خصصوا ميزانيه لكذا موضوع 70 مليون او خصصوا صح. لكذا يعني بالمليارات. زين هاي الفلوس اللي انتم تخصصوها لكذا موضوع وكذا موضوع وين بدها تروح؟ عندنا اول اتصال ويا رزقو من نينوى، يسعد صباحك يا رزقو.
صباح الخير اختي الكريمه. يا اهلا وسهلا حياك الله، اكيد سمعت موضوعنا في فقره ليش وحابين نسمع. نعم شفت رأيك. انا دائما اتابع برنامج قناه الرشيد الفضائيه اختي الكريمه. تحياتي لك وكل الكوادر هذا القناه. شكرا جزيلا. انا من محافظه نينوى. عالراس وكل الهلا، نسمع رايك بموضوعنا فقره ليش. احكي لنا عن معاناتكم. كريمة احنا معاناتنا صفر، تعرف منع التجوال اول شيء والاسعار غاليه. صحيح. ولا شغل ولا عمل، الله وكيل، انا عندي ثلاث جهال وبدون شغل وبدون راتب وبدون عمل. زين بعد شلون؟ البطاقه التموينيه اختي بس اسمعني. أيه؟ المفردات البطاقه التموينيه ماكو، يقولون احنا وزعنا كل كلاوات اختي الكريمه. زين. والله العظيم اليوم برميل النفط حاليا ب 70 دولار والشعب العراقي يموتون من الجوع. الله ينتقم منهم واحد واحد. زين سؤال صار، ايش قد مستلمين الحصه التموينيه؟ اختي الكريمه مرات نستلم حشاك تشلب ما يقدر ياكلها. حشاك يا حبيبي. حشاكم اكيد والله صح. والله العظيم والله العظيم هذه الحكومه دمرتنا كافي محوت كافي، قلت احنا ال 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 وضع الكورونا السنه اللي فات 2020 برميل ب 20 دولار قلنا ما يخالف. بس حاليا ب 70 دولار، يعني وين الفلوس؟ بالضبط بالضبط والله وين الفلوس؟ والله العظيم موتنا من الجوع، ما عندي شغل وما عندي. طيب هو انا ياسي يعني انا بدي اسالك انت شلون بدك تاكل وشلون بدك تاكل وتشرب وجهالك شلون بدك توفر لهم؟ يعني الاكل ومصاريفهم واحتياجاتهم الاساسيه. شو نسوي؟ اخ الكريم لحد الان نازحاني، لحد الان انا نازح. والله العظيم اكثر من ست سنوات انا نازح محافظه دهوك. يعني مو جريمه؟ يعني نقدر نقول انه انت اليوم يمكن عايش على الناس اللي تقدم لك المساعدات؟ على المساعدات، المنظمات الخيريه والمنظمات الانسانيه، والله. الى متى؟ الى متى؟ لكن دور الحكومه ماكو. ماكو، اخي الكريم والله العظيم دور الحكومه ابد ماكو. طيب اي دعم ما اجاك، دعم مادي ما اجاكم هذه الفتره او دعم من جهه معينه؟ شلون؟ ما اجاكم دعم من اي جهه معينه او دعم مادي باعتباركم انه انتم نازحين؟ ماكو مرات ينطون على البطاقه النازحين 250 الف لحد الان هم ماكو يعني ومناطقنا بس اسمحني اختي ومناطقنا حاليا مدمره بالكامل وفيها صراعات سياسيه بسنجار، احنا شلون نرجع؟ صح الله يساعدكم. طبعاً يعني الله يساعدكم. يعني هذه جزء من المعاناة اللي تحدث بها رزقر، تحياتنا لك وشكراً لاتصالك. هذه معاناة كلش بسيطة بس المعاناة هي مستمرة وما تنتهي للأسف. فعلاً. ويانا أبو مؤنس، صباح الخير أبو مؤنس. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. شلونك أخي؟ الله يخليك، تفضل أبو مؤنس. أنا بالنسبة لي مواطن. نعم. يعني خلال سنة 2020 استلمت 4 أطفال زيت. تمام. وست كيلوات شكر. اها. وثلاث كيلوات تمن. هاي لمدة سنة. هاي لمدة سنة بس هاي اللي ماخذهن. اي لان يا ذاك انا رحت الوكيل بدل هذا الكتل الاصل اللي استلم به المواد. اي. ها؟ اي. اي. طيب. واحد. اي. قارنت ثلاث اربع اطفال زيت مستلم مدة سنة. اها. ست كيلوات. شكر. شكر وتسع كيلوات تمن. يعني أنا أجوز عندي الزراعي بس الصغير الله يساعده إن شاء الله. طبعا. طيب أبو مونس أنا بدي أسألك سؤال، يعني إحنا اليوم بظل الظروف اللي دنعيشها والأزمة الاقتصادية اللي دنعيشها وارتفاع سعر الدولار، شلون أسعار المواد الغذائية بالأسواق الموجودة بمنطقتك؟ والله فضل الله فول يعني. فول صح والله. فول غالية. زين احنا ابو مونس سمعنا على اساس سعر بطل الزيت وصل 3000 وشويه، صح هذا الشيء؟ 3000 صحيح 3000 دينار بطل الزيت. واكثر من هذا الشيء؟ 3000 ولحد الان 3000 بطل الزيت. 3000، زين برايك اليوم؟ انا اتعجب يعني من كان الدولار ب 120 125. زين. ايه. زين اوكي، احنا يعني سؤالنا وفقره ليش اليوم اللي بدنا نحكي عنها بالضبط انه مع ارتفاع سعر البرميل وصل ل 70 دولار، ايش عجب لحد الان بقى سعر الدولار كما هو عليه؟ ايش عجب ما انخفض؟ ايش عجب باقي الامور هي هي؟ المواد الغذائيه هي هي؟ حسب ما يقول رئيس الوزراء انحلت الازمه الاقتصاديه. بالضبط ما شفنا شيء. انا قلت بالبدايه قلت يعني بما انه رئيس الوزراء طلع وقال 42 6 دولار 70. اوف. طيب يعني ماكو عندهم يعني اعذار.
فعلا يعني ابو مؤنس انت حكيت حكايه حلوه البدايه، قلت يجوز انا يمكن مدبر عيشتي، لكن الفقير اليوم شلون يقدر يدبر عيشته؟ يعني والله ما مدبر عيشته الفقير، يعني انا عايش معهم صح. انا اطلع كشف على ناس على بيوت، هاي بالنسبه لي اطلع كشف، ما نقدر نقول غير ان كل مساعدات خيريه نوزع للعالم. يعني هسه اليوم ما نقدر نقول غير انه حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا جدا شاكرك ابو مؤنس وشاكر هذه المداخله. يعني الله لا يوقع فقير بمرض، الله لا يوقع فقير باي مشكله، لانه اليوم الظروف اللي احنا بيها والمأساة اللي عاش بها المواطن العراقي يعني لا يرحمون ولا يخلون رحمه الله تنزل. ويانا اتصال اخر، ام اميريس صباحك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، حياك الله. أم أمير حابين نسمع رأيك. والله رأيي يعني الحكومة حيل يعني تعبتنا. طيب زين احكي لنا عن المعاناة. بطل الزيت، بطل الزيت ب 3000، والله ما عدنا نشتري بطل زيت. الله يساعدكم. زين سؤال، عندكم موظف بالعائلة؟ حتى أبو المحل، أبو المحل ما يقبل يعطي. يعني أنتم بالدين؟ بطل الزيت ب 3000 دينار، يعني الحكومة ما جا تشوف. زين يعني تعبنا تعب مو طبيعي. النوب التربيه هماتين على مود الدراسه على الموبايل، يعني فلوس الشبكه شلون ندفعها وموبايل واحد واحنا اربع جهال شلون ندرس؟ فعلا فعلا، واحنا تطرقنا لهذا الموضوع اليوم، الفقير اللي ممكن ما عنده نت بالبيت، واحنا كنا نعرف اليوم يعني النت بالعراق كلش تعبان. حالتنا متدهوره وتعبانه. الله يساعدكم ان شاء الله. شلون نعيش؟ زين تعبنا. سؤال، منو المعيل بالعائله لكم ام امير؟ منو المسؤول عن هذا والله الموضوع؟ والله ابونا ما اخذ فيها نت، ما انطرح هذه الاشياء. اوكي تمام. وذولاك خمسه واحنا اربعه وتعبنا من هذا الشيء. ويلي الله يساعدكم، يعني عددكم كبير واليوم المعاناه ما تنتهي، فالله يساعدكم. يعني البارحه ما عندي ادفع فلوس الشبكه، يعني بتت ونامت. يعني يعني حبيبتي فعلا هذا الشيء قر، يعني مستقبلها ودراستها وتشوف مستقبلها دا يضيع، لان يعني اليوم انتم ما عندكم امكانيه. وذولاك الاخر جهالي، يعني اصلا ما درسوا. ما درسوا، عفتهم، شو اسوي لهم؟ يا ام امير هذه معاناه كل العراقيين، والله يساعدكم ونتمنى. شو اسوي لهم؟ يعني ما عندنا. لا طبعا شو تسوون يا رب؟ ايش بيدك؟ طيب ام امير، ايش بيد عليكم؟ ام امير انا اريد يعني بصوتك انت كامراه عراقيه حره، اريد توصلين رساله، توجهين رساله اليوم للحكومه العراقيه عن الوضع اللي يعيشه المواطن العراقي. يعني خليه يشوفونا، يعني والله تعبنا يا اخي، استاذ مصطفى والله تعبنا. اريد اوصل صوت الوزير التربيه، اريد الحكومه الدولار صعد، فلوس شبكه ماكو، مواد غذائيه على يعني حيل تعبنا. طيب شلون عيشتكم اليوم بالمواد الغذائيه؟ مواد الغذائيه، الاكل، الشرب، هاي التفاصيل. والله لا مواد غذائيه، لا اكل، لا شرب، يعني معاناه مو طبيعيه. يعني قاعدين زارعين باذلات، لو ناكل يطلع لنا اكل، ما يطلع لنا قاعدين ساكتين. لا اله الا الله. أنا حتى المحل ما يطلب البيان. طبعا هو همين حقه، لان هو همين معتمد على هذا المحل، وبالتالي انتم توفوه وانتم الله بيساعدكم بنفس الوقت. ام امير شكرا لاتصالك. مصطفى اكثر فقره جد بالبرنامج الصباحي ممكن اني تعقدني فقره ليش من المعاناه اللي اسمعها، واحنا هاي المعاناه مو جديده علينا، بس احنا ياسفنا من دا نحكي بمعاناه المواطنين ويسمعون اصواتهم معاناتهم، لكن لا حياه لمن تنادي. الى متى راح نبقى يعني بهذا الوضع؟ كل يوم مشكله؟ ما دا اعرف. يعني انا يمكن قايلها بالحلقات السابقه وارجع واقولها، احنا الباب اللي نفتحه ليش وحده تفتح لنا الف باب. صح. يعني احنا البلد الوحيد اللي بالعالم اللي عندنا مفردة ليش ملازمة حياتنا كليتها، يعني دائما ليش 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 وليش عايشين بهذا الوضع؟ ماكو إجابة. ليش فلان أحسن من عندنا؟ وليش اليوم أنتم بهاي المناصب اللي أنتم مو قدها؟ وليش أنتم اليوم ما تقدرون توفرون حياة مترفة للمواطن العراقي؟ وليش اليوم أكو فلوس وما تعينون؟ وليش اليوم أكو يعني هواية أمور موجودة عندنا بالعراق تقدر ترفه المواطن العراقي، وبالتالي أنتم غاضين البصر؟ ويانا محمد من بغداد. صباح الخير أبو جاسم. الو السلام عليكم حبيبي حمودي. تحياتنا لك استاذ مصطفى، تحياتنا حسناء، تحياتنا لجميع المشاهدين. الله يخليك، تفضل محمد. طبعا احنا اول شيء نشكركم حبيبي. اثنين بالنسبه للسوق، يعني نكون على ثقه، يجوز بعد اسبوع السوق ينتهي. يعني قاعد نشوف الاسعار بغلاء مو طبيعي. محمد انت من بغداد من اي منطقه؟ احنا من الاطراف، يعني انا يعني كل فتره اتواجد يمه بالجمله. نعم. الجمله الغذائيه. نعم. يعني هسه الدجاج ب 44 43 كرتونه. اوف.
بينما كانت قبل فتره ب 26 25 27 فرق. الفرق يعني يمكن حتى وصلت بالزايد 30 الف حسب ما اتذكر يعني. اي نعم. اليوم صارت ايش قد 46 43 44 تمام. الزيت كان 26 هسه الزيت استاد 50 الف الكرتونه. الله اوف 50 48 تقريبا. تمام. يعني ابو المحل يعني حاليا عندنا يعني احد اصدقاء عنده محل غذائي ثق بالله يقول ما اقدر ابيع اقل من ثلاثه. يعني أنا يعني طبعا طبعا وبالتالي إيه؟ المواطن العراقي ما يقدر يشتري لانه مو كل الناس التمن 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 اللي العالم هسه يعني ما شاء الله وزاره التجاره قاعده تنفط تمن فلفل عليها اي خطيه التمن ب 50 الجونيه البسمتي إيه؟ بينما قبل فتره كانت 35 38 هسه صارت الجونيه ب 50 الف يعني ما اعرف يعني الحكومه ما قاعده تبوع على الفقير يس احنا نقول الحمد لله العالم اكو شوي انا استاذ 350 راتب بالحج الله يرحمه الله يرحمه تقبل له اروح للجملة اسوق 150 لو 200 الحكومه ما تحسب زين هاي وراك عيشه وراك طيب انت انت من تصرف ال 150 او ال 200 الف بالتالي شلون راح تدفع المولد الانترنت الايجار الزايده ناقصه علاج ما علاج استاذ الغالي احنا نقول الحمد لله قاعدين ببيت ملك الحمد لله الحمد لله نعمة بس هم مرات لك مصرف بيت طبعًا. دكتور نت طب طلع هاي السوالف كلها ما اعرف يعني هسه الحكومه تقول اللي مليون ونص نقطع حصتي طبني مليون ونص وقطع حصتي ما اريدها وانت ايش منطيني هي وين الحصه هي وين الحصه احنا بالاسم بس عندنا حصه تموينيه دق بالله طال لي شهر انا اركض ورا الوكيل يابا تمن يقول قصينا وبعد ماكو قصه شلونك تجيب أني الفقير فعلا يعني هو الفقير اللي واقع بيها طبعا محمد انا جدا اشكرك يعني حتى ناخذ اتصالات اكثر تحياتنا لك يعني قبل فتره اخذنا الناطق الرسمي المتحدث باسم وزاره التجاره استاذ محمد حنون وصار عصبي بوقتها علي وردت فعل صارت من عنده وحتى بعدها صارت بيني وبينه مراسلات ويزعل يعني هذه معاناه الناس اللي نشوفها اليوم يعني انه الحصه التموينيه لليوم ماكو والاخ اللي مستلم يعني ست بطالة زيت و 6 كيلوات شكر شكر اللي صار لسنة هذه لمدة سنة طيب وينهن الحصة التموينية المواد الأساسية اللي يحتاجها المواطن وينها يعني بالسابق يعني خلينا نحكيها كانت الحصة التموينية تتوفر للمواطن العراقي بكل مفرداتها ما تجي بها نقص صح. طيب ليش اليوم النقصات يعني أنا ليش يعني أكفت شغلة يعني أنا من أنتقد شخص يا ريت أنه كل واحد اليوم موجود بأي منصب يخلي مرايه قباله من ينتقد غيره يشوف نفسه ويشوف عيوبه ويشوف قصوره ويا المواطن العراقي انتم اليوم هذا واجبكم انا مثل ما واجبي واجب حسناء انه نوصل رساله صوت المواطن العراقي انتم واجبكم تسمعون من عندنا وانتم ده تشوفون ما اعتقد تحتاجوني انا وحسناء بالضبط مو بس هذا الموضوع يعني اتمنى هو وعائلته يبات ليله وحده بالجوع او بدون اكل خلي يشوف هل يا ترى راح يتحمل هذا الشيء يتحمل هاي المعاناه لا شيء طبيعي بس الفقير عادي بس هم لا عندنا اتصال من حسين صباح الخير يا حسين عليكم السلام عليكم السلام والرحمه حياك الله حسين حابين نسمع رايك بفقره ليش اهلا وسهلا الله يساعدكم واحكينا معاناتك احكينا عن سعر المواد الغذائية بالأسواق احكينا كل التفاصيل حابين نسمع منك حتى عسى ولعل صوتك يوصل لجهات المعنية بثلاثة ونص هنا في المحلات اوكي زين الشكر بث ونص زين ما ينطون زين وانت همين ضمن الفئات اللي اتصلت بينا اللي تقول حتى الحصه التموينيه ما مستلميها وما محصليها لحد الان اللي هي خاصه ماكو وخاصه هسه فتره حظر تجوال لا انت قبل 5 اشهر كان طالع زيت بس اي قبل 5 اشهر طالع زيت انطانا اتذكر اي كثر الله خيرهم هم فرحين بس يدهنون زردون العراقيين هاي فقط هي بالضبط هاي قبل 5 اشهر فقط بطاله الزيت زين سؤال ما هسه اليوم الشخص يلي معتمد على القوت اليومي سواء عنده السياره يسترزق منها او هو صاحب قوت يومي ويعتمد على الحصه التموينيه زين سؤال هسه انت قاعد واحد من الناس بدون لا شغل ولا عمل شلون تمشي حياتك اليوميه شلون توكل اولادك عائلتك بالدين زين سؤال زين سؤال كثر صح زين كثر موضوع الدين زين وبعدها شلون ايش راح تسوي وقف عليك الدين ابو المحل
زين انت شو راح تسوي بهذه الحاله؟ بهاي الحاله شو تسوي؟ عده فاضيات ناقصين ناقصين عمك اسمه الجوع عرفنا. الله يساعدكم والله ينتقم من اللي كان اللي سبب يعني والله ما عنده سبع نفرات سبع نفرات سبع جهاز ومرته وهاني وزوج تسعه تسع نفرات الله اكبر يعني صعب الموضوع كله صعب يعني ما اعرف شو بدي حسب الله شو حسبي الله ونعم الوكيل يعني فعلا ماكو غير هذه اللي احنا دائما نقولها طبعا شكرا لك حسين يعني اليوم بدنا نسمع انا وحسناء انه اغلب اللي يتصلون بينا دا ياخذون كل ما يحتاجوه بالدين بسبب انه ماكو شغل رواتب ماكو فلوس ماكو طيب اليوم انتم راح توفون دين الشعب العراقي اللي يطلبكم اياه اليوم الشعب العراقي يطلبكم دين ثقل جبال راح توفوا لهم اياه راح تكونون قد مسؤوليه الدين اللي طلبه لكم المواطن العراقي وهذا حقنا هو مو حقكم انتم ماخذين حق المواطن العراقي هسه احنا تيهنا منو اللي باع الوطن هاي تيهناها لان لا واحد ولا اثنين بس اللي تضرر بهاي البيعه احنا المتضرر بهاي البيعه احنا اني وحسناء واللي اتصلوا وغيره وغيره اللي باعوه تاهت علينا لان لا واحد ولا اثنين اجى مديده بماعونا وكل اللي يريده واخذ وطلع مو اللي تضرر احنا انتم ما متضررين انتم قاعدين ومترفين ومثل ما نقول البخيخ عليكم السبالت والاكل والفلوس والسفرات والسيارات والطيارات الخاصه والسهرات الخاصه وهذا القاعد ابن الخايبه ابن الملحه المواطن العراقي اللي هو يمكن اللي ضحى وتعب وغيره وغيره لاجل هذا البلد واللي هو يطلبكم دين وهذا الدين باشر لازم توفوه والمشكله انه احنا ايش قد ما نحكي وايش قد ما نوصل رساله ماكو شيء اسمه لا حياه لمن تنادي لا عندكم حياه ودا تسمعون ودا تشوفون واذا مو مني ولا من حسناء سوشيال ميديا عندكم موبايلاتكم ودا تشوفون ودا تسمعون والمناشدات دا تشوفوها والمظاهرات دا تشوفوها واللي يطالبون بحقوقهم دا تشوفوهم اذا مراه عراقيه واذا طفل واذا شاب واذا مسن كل الاعمار كل الفئات العمريه احنا ايضا كاعلاميين كممثلين الفن بصوره عامه كليتنا بعيد عن اختصاصاتنا كنا بالاول وبالاخير مواطنين عراقيين نحتاج توفر لنا خدماتنا نحتاج توفر لنا المواد الاساسيه حسناء تحتاج انا احتاج المواطن اي شخص يحتاج هذه كنا محتاجين ابسط حقوق لنا يا مصطفى فبالتالي بالقدر البسيط اللي احنا تناولنا بفقره ليش والاتصالات اللي اخذناها لكن سمعنا معاناه ما ممكن اي واحد هاي نقطة بحر أكيد او اللي عنده ضمير اليوم ما ممكن يسمع معاناة الناس اللي احنا سمعناها تحديدا بحلقة هذا اليوم ونتمنى يا رب توصل يعني اصواتهم للجهات المعنية وكافي حسوا عاد اللي سمعناه اليوم يمكن هذه نقطة بحر اكيد من أكيد الموجود أكيد يعني اكو يمكن قبل فترة اكو فيديو اخذناه احنا بالصباحي الرجل المسن اللي ياكل من الحاويات بالضبط وهذا اكثر تقدر اليوم انت تاكل من حاوية تقدر انت اليوم تاكل اكل مشمور بالشارع تقدر انت اليوم تلف نفسك بعلق بالشارع وتنام به او برايه الامام الحسين اللي هي ان شاء الله تقسم ظهر كل من يحاول يجوع الشعب العراقي تقدر انت تعيش هاي العيشه لا طبعا تقدر انت اليوم تنام بالانفاق تقدر انت اليوم تنام بحدائق بالشارع عامه تقدر تشوف ابنك بهذا المنظر أكيد. تقدر تنزل جهالك بالشارع يقدون تقدر تنزل مرتك بالترافيك لايت شايله بيتها او ابنها على كتفها حتى تقدي بيهم لا اكيد ما يقبلها هذه كلها يعني صعبه تقبلها على نفسك صح. بس من اللي ما يقبلها لا انتم تقبلوها لان انتم ما عندكم غيره على بلدكم بس اللي عنده غيره على بلده واللي دا يعيش هاي العيشه الشريفه ينزل جهاله يقدون او هو دا يتعب ويشتغل حمال وحتى لو هو صاحب شهاده لان هو عنده غيره وعنده شرف وعنده ضمير يقول لك اكل لقمتي بعرق جبيني بشرفي بالحلال مو اكلها بالبوق اللي تسبوقوه مو اجي اكل اللقمه اللي اردها والمترف بها اني بالبوق ترى انتم لحم شتافكم من خيرنا احنا العراقيين طبعا اكيد انتم لحم شتافكم من خيرنا هذه رساله وصلتها اني ووصلتها حسناء من خلال منبر يوم جديد لكل الجهات المعنيه ونوجهها ايضا للحكومه العراقيه انه ما نقول لكم الرأفه احنا ما محتاجين العطف من عندكم غصبا عليكم توفرون المواد الأساسية اللي يحتاجها المواطن العراقي برميل النفط 70 دولار
هذا هم بتجيب؟ فعلا اكيد، واحنا بالتالي راح نقول شغله واحده ونكتفي بيها فقط بالمختصر، يا ريت شويه شغلون عندكم الضمير وتشوفون معاناه الناس اليوم وين واصله اليا مرحله، وفعلا الناس ماتت من الجوع والله ينتقم من اللي كان السبب. اذا احنا باقيين مستمرين وياكم بفقراتنا الصباحيه وراح ننتقل للفقره التاليه، لكن بعد هذا الفاصل خليكم ويانا.